السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعد لي أوقاتكم أصدقاء، إن شاء الله جميعا تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله رح أقدم لكم حلقة كتير طيب، ميفا كاكاو بالنوتيلا، يعني فطيرة الكاكاو مع النوتيلا. بتمنى إنه يعجبكم الفيديو، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين كيف؟ وهلا خلينا نروح على المقادير وعلى طريقة التحضير. بالنسبة للمقادير بدي النوتيلا أو أي شوكولا نوع تاني معكم يا منه، وكمان بدي طحين 300 جرام ما يعادل كاستين. بالنسبة للسكر بدي 200 جرام سكر ما يعادل كاسة، وبدي 200 ملي لتر حليب كمان ما يعادل كاسة. بدي شوكولا سادة 100 جرام ما يعادل 20 مكعب صغير، وبدي بيض عدد 4، وبدي كاكاو 65 جرام ما يعادل 6 ملاعق كبار، وبدي ملعقة كبيرة بيكربونات الصوديوم أو كربوني، وبدي 200 جرام من الزبدة السائلة المذابة يا بالميكروويف يا على بخار الماء. وهلا إن شاء الله بنروح مع بعض على طريقة التحضير. هلا أول شي باخد البيض وبحطهم كلهم هون، وبعدين إن شاء الله بحط فوقهم السكر، وكالعادة بتأكد انه اذا في قشر بيض موجود او لا. وهلا بعد ما حطيت البيض بنحط السكر. بسم الله. كالعادة لازم نضل عم نخفق لحتى يصير لونه ابيض. طريقتين للخفق مثل العادة، اللي عم يتابعني من البداية بقناتي بيعرف، يا عن طريق الخفاء الكهربائي يا عن طريق الخفاء اليدوي، وكمان بصير عن طريق العجان الكهربائي. يلا بسم الله. مثل ما كنتم شايفين كيف صار بهذا الشكل. هلأ بدي اضيف الحليب، بس هلأ هون ان شاء الله رح استخدم الخفاء اليدوية، فضل اني استخدمه بهي المرحلة. وهلا بسم الله بنحط الحليب. بسم الله. بالطريقة هاي. وبدنا نحط الزبدة السائلة. وهلا بعد ما تأكدنا انه انخلط مزبوط، انا لهلا بدي احط الطحين هون، وبدي احط معهم الكاكاو، وبدي احط البيكربونات، وكلهم بدي اغربلهم بقلب الزبدية. يلا بسم الله. حطيت كل شي مع بعضه، الطحين الكاكاو والكربونة وعملتهم، اللي ما بدي احطهم مع بعضهم ما بيأثر. وبنستمر بالتحريك لحتى تصير عجينة متماسكة. انا رح احط لها شوكولا، يعني رح احط لها شوكولا بتطلع اطيب. دائما بالحلويات العجينة كل ما انه يعني حركناها هيك اكثر، كل ما تماسكت اكثر. يعني بدها صبر، بدها شوية وقت، بس بتاخذوا نتيجة افضل. وهلا رح احط الشوكولا وبخلطها. في ناس بتحط الشوكولا على الوش، بتحط نص الكمية اللي حطيتها من جوا، وبتحط نص الكمية على الوجه، يعني بس تحطها بالقالب. هذا الشيء اللي بدكم اياه، على حسب يعني كل واحد شلون بيحب. وهلا رح اجيب القالب وحط له زبدة، يعني ادهنه بالزبدة ان شاء الله مشان نسكبه بقلب القالب. رح اورجيكم شلون بصير السكب مع النوتيلا بإذن الله. ما تنسوا تحطوا الغاز على 180 درجة دائما، قبل ما تحطوا القالب بالغاز لازم يكون الفرن شغال مسبقا. وهلا رح احط القالب ونشوف مع بعض شلون بدنا نعمله.
وهلا اصدقائي مثل ما انكم شايفين انا جبت القالب دهنته بالزبدة. هلا هون جبت شوية شوكولا مكعبين ثلاثة، حاب اعمل موديلين او ثلاث موديلات على راسهم شوكولا، على وشهم شوكولا. في نقطة كتير مهمة، الفيديو هذا انا عملته للناس اللي طلبت مني اني اعمل كيك او شو او نوع من حلويات الجاتو اللي هو فيه شوكولا، طعمته يعني شوكولا بس ما بنستخدم فيه مكعبات الشوكولا لانه مو موجود عندهم بالمنطقة اللي هن قاعدين فيها. فانا استخدمت الكاكاو والشوكولا اختياري، فينكم تحطوا فيكم ما تحطوا، انا حطيت الشوكولا لانه اطيب، اللي ما عنده شوكولا ما في داعي يحط، ما بيقسموه مشكله، واللي ما عنده نوتيلا فينا يحط اي نوع بده اياه، واللي ما عنده اي نوع ما بيأثر، فينكم تخلوها ساده عادي جدا. وهلا بسم الله، وهلا بناخد النوتيلا بهالطريقة هاي، بسم الله، ومننزلها هيك، لازم تكون بالنص عشان تطلع بقلب الحشوة بهالطريقة هاي. وهلا بنعمل الطبقة التانية، بهالطريقة هاي رح اساويها كلياتها، وان شاء الله برجع بورجيكم شلون بده يكون شكلها بالنهاية. وهلا اصدقائي بهالطريقة هاي رح احطه بالفرن درجة حرارة 180 ل 20 دقيقة، الفرن صار جاهز. وان شاء الله بس طلع رح فرجيكم ان شاء الله كيف رح تصير. ومثل ما كنتم شايفين طلعته من الفرن بعد 20 دقيقة على التمام، فيكم تطلعوه، ما فيكم تستخدموا الاختبار اللي قلت لكم عنه، تحطوا السكينة وتطلعوا لازم ما تكون في عليها شوكولاتة لانه نحن حاشينه مسبقا بالشوكولاتة النوتيلا. تقديريا بدكم طلعوه بعد 20 دقيقة مناسب مو اكتر. شوفوا شلون طلع معنا بهذا الشكل، طبعا لاحظوا انه الشوكولا طرية، هي طرية كتير يعني مثل ما بيقولوا رايحة نيفا. بتمنى انه يكون الفيديو عجبكم، لا تنسوا انه تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وان شاء الله انطروني فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.